الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من المزح نصو جد. اذا ما لحقتوا تحضروا الحلقه كامله بتفوتوا على تشانل يوتيوب قناه الان، بتعملوا لايك اند سبسكرايب وبتحضروا الحلقه من اول وجديد لتشوفوا حلقه مليئه بالتحديات والاسئله الصعبه عن جد وعن مزح، ما في مهرب من الاجابه عنها. بينتج عنا سكوبات بتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على مقاطع ومقاطع بتجيب ملايين المشاهدات. ضيفتنا بحلقه الليله اليوم اللي رح تتعرض للتحديات، رح تتعرض للاسئله ذات السقف العالي، هي تيك توكر، واحدة من أشهر التيك توكرز وصانعي المحتوى اللبنانيات، عندها ملايين الفولورز والمتابعين على تيك توك وإنستغرام ويوتيوب. قدرت خلال فترة وجيزة ببعض الترندات اللي ممكن تلاقوها أنتم سهلة، ولكن هي منا ترندات سهلة، إنه تصير من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة وتجمع ملايين المتابعين حول محتواها. بدي أسمع زقفة كتير كبيرة لبيرتيليشس. بيرت واكد روحها. بيرتيليشس، بيرتيليشس هو شو يعني؟ بيرتيليشس هو شو بيقولوا؟ اسم الفني، اسمك الفني هو يعني جماعة بيرت مع ديليشس، بيرتيليشس. مزبوط، هي طلعت الفكرة من معلمة الانجلش، عم تعطي نيكنيمز بالصف انه كل حدا هيك شو بيشبه، انا كنت اكل بالصف فقالت انه بيرت وديليشس، بيرتيليشس، ومن وقتها ما فتحت معي انستغرام اكونت سميت حالي بيرتيليشس وبقيت معي، حسيتها هيك مهضومة. وانت فتحتي بيرتيليشس مش على اساس انك رح تنشهري هالقد صراحة. هلا بالاول لا، يعني بال 2013 لما فتحت الانستغرام لا ما كنت هالقد اخترت. قديش كان عمرك اصلا؟ اف كان عمري 15 يمكن، يعني اصلا كنت بعدك صغيره لتنشهري. مزبوط، رح نبلش بالجد. بيرتيليشس او بيرت رح يتلك، رح نبلش بالجد شوي جد بالاول هيك نعرف اكثر منين جايه بيرتيليشس، مين هي، شو في وراها، شو قصتها، وات از يور ستوري. رح نتسلى بعدين اكيد، بس خلينا نحكي شوي اول شيء جد. خلينا بالجد. ابو النج، Who are you؟ أنا اسمي بيرت، عمري 27 سنة، وأنا صانعة محتوى على السوشيال ميديا. شو سرك بيرت؟ ما هيك قصدي، Who are you؟ منين إجت هاي البنت؟ اللي آخر شيء مش إنه عندها صوت حلو، ما عندها تالنت غنى، ما عندها، ما بترسم، ما بترقص، ما بتعمل، عملت بارودي على غنية لنانسي عجرم، حبك سفاح. عملت بارودي بدل السفاح، قالت سفاو، وانشهر الترند اكثر من الاغنيه الاساسيه، لدرجه صاروا الدي جيات يحطوا حبك سفاو وما يحطوا حبك سفاح. مزبوط، ورجعتي عمرتي على الترند، ترند ثاني، عملتي حبك سفاو مع البسينه، صار ترند فوق ترند فوق ترند فوق ترند، وانفجرت بيرتيليشس بالعالم العربي. واصبح اليوم عندك على تيك توك كم فولور؟ 2 مليون وصلنا امبارح. هاي شو؟ هاي صدفه؟ هي عمل مجهود؟ صدفة من الآخر، شو هي؟ هلا الترند معك حق كان صدفة، بس أنا لما بلشت على السوشيال ميديا دايما كان عندي هدف إنه أنا بدي أوصل وبدي أوصل رسالتي للعالم وبدي ضحك الناس. شو رسالتك؟ إني أبسط العالم، إني ضحكهم، إني فوت على قلبهم، بس يكونوا مثلا مكتئبين أو زعلانين يفوتوا على الصفحة وضحكت. هيدي شو ضحكتك؟ هيدي ضحكتي انا، العالم بتفكر انه انا انه هيك بتضحك بس على الفيديو، فبس يلتقوا فيه بيقولوا يلا ضحكي لنا الضحكه، بس انه هيدي هي ضحكتي عن جد. هيدي من انت وصغيره؟ ايه. شو عندك اخوه؟ انا وحيده من اهلي. انتوا عائله مهضومه؟ يعني بيك مهضوم، امك مهضومه؟ امي مهضومه بس بلا ما تعرف. هي يعني شيء ساركاستيك، يعني هيك بتمزح بلا ما تنتبه. وبابا كثير مهضوم، بيعمل نكات وهيك. شو بيعمل بيك؟ شو بيشتغل بيك؟ بيي دارس فندقيه. وامك شو امك بتشتغل؟ كمان مسؤوله عن محل. اوكي، يعني انت جاي من عائله متوسطه الحال. مزبوط. اوكي، طفولتك كانت طفوله كيف؟ كانت حلوه طفولتي، انا كنت عايشه بالكويت على فكره. اوكي، عشت هونيك 13 سنه، بعدين جيت على لبنان بال 2011، كان عمري سنه ونص بس رحت. فلا كانت طفولتي حلوه، بس كان في هيدا على السويتش انه بين انه انا بالكويت فجاه جيت على لبنان، بس بعدين قلعت. بعدين شو؟ انه قلعت. هي شو قلعتي؟ هيدي شو ترند قلعتي؟ اوكي، سويتي، انبسطتي 100%. شو هي هي؟ هيدي هيك طلعت معي بطريقه عفويه، كانوا رفقاتي يقولوها، ومره هيك بالصدفه بالفيديو قلت حبايتي، من وقتها ما قلت حبايتي يا هشام. والهيك اللغه انتشرت وصارت على كل شيء. هاي اليوم عندك يور اون لانجوج، يعني في لغه إيه؟ في لغه يعني حتى اليوم ايام مثلا ايام اللي حوالي بقول والله اليوم رحنا كثير انبسطت 100%. هلا مثلا عم باوصل شوال كوفر يلا صار شوارتي مثلا مكياجتي، فهيك انه صارت. بدي اسالك سؤال بيرت، خلينا نحكي اول شيء عن حبك صفاء. نانسي عجرم حكيت عنه، إيه؟ نانسي عجرم حكيت عن ترند ولين حايك لما عملت إيه؟ حبك صفاء وبصوتها معي كمان كسرت الارض، كمان جايبت 15 مليون. حكيت نانسي عنك وعن رجع حكيت عن لين. مزبوط، لانه وقتها كمان غنتها معك وكمان رحت فايرل. رحت فايرالتي؟ لا مش كل شيء هشام. مش كل شيء. انا طلعت انا تافه هلا. لا بس بالفيربز، يعني بالقصص الاكشن. فهمت عليكي، بالفيربز. شربتي؟ ايه مزبوط. زقتي المي؟ حوارتي. ايه ضحكتي. ايه فهمت عليكي. عزفتي. طيب طيب اليوم عملتي ترند حكيت عنه نانسي عجرم، عملتي يور اون لانجوج، العالم كلها بتحكي. بس قد ايه بدك تضلك تعملي ترندات بيرتيليشس؟ يعني اليوم يمكن انت بكره يصير يقولوا العالم خلاص بقى انه مش انه بدنا شيء له دبث، له عمق. إيه؟ يعني كل اللي بتعمليه لحد اليوم حرجع اروح لكل اخر شيء، يعني ما معروف شو سره. يعني اذا بقول لك شو سر حبك صفا وبتعرفي شو هو؟ شو سره؟ ما له سر، هيك بالشانس. مزبوط، هو باي ترانس، بس كمان سره الضحكه، الهضام. العالم شافت، مع انه فيديو قصير بس العالم قدرت تشوف العفويه، ومش هيك العالم حبته. فاذا انت سرك وحيد هو القبول، هيدا القبول بيجي من عند الله بس 100%. انت وعندك قبول سبحان اللي خلق. يعني هلا فتي بالحلقه خلص اكلتينا والله العظيم، اكلتينا قلوبنا، يعني حبيناكي مثل كانك سوري طفله بجسم امراه. انا على فكره هيك انا بس عارف عن حالي، بقول لهم انا طفل من جوا قلبي، طفل وبحب الحياه كثير، فمش هيك العالم حبت هيدا العفويه اللي عندي. بس قد ايه بدك تضلك تعمري على العفويه إيه؟ وعلى الترندات اللي شوي سطحيه؟ يعني انت هلا رحتي للميك اب ليش؟ لا تقولي انه اي هاف ريل كونتنت. هلا بدي اقول لك شيء، انا من اول ما بلشت اي هاف ريل كونتنت، انا من وقت ما بلشت كنت احكي عن قصص الوزن اللي تصير معي، مواقف احكي. رح نحكي عنهم بعدين، موضوع الوزن، علاقه الاولاد مع اهلها. بعدين لما عملت الترند كانت هيك شيء عفوي، وهي بالفعل يعني جبت لي كثير متابعين. بس انا من الاساس كنت يعني عندي هدفي اني اعمل المحتوى، وصرت انا وسع المحتوى تبعي، اعمل انبوكسينج، اعمل ميك اب تشالنجز، اعمل جيت ريدي وذ مي، فهيدا كله اكيد تحت نطاق كمان لا توسعي مجال فيك تعملي دعايات كمان، لاني عم شوفك عم تعملي دعايات. ايه اكيد، عم دعايه لمطعم هلا هاي سكول ميوزيكال فيرجن، كانت كثير فن. فبدي اقول لك شغله هشام، الواحد الكونتنت كرييتر لازم يضل يتقدم ويطور حاله. بس في شغله انه العالم اذا حبتك بكادر معين حلو، دائما تفرجيهم هيدي الشغله، بس مش معناتها انه انا ما راح اتطور او طور الكونتنت تبعي. يو ليف فور ذس. يس انت بتعيشي للكونتنت كريشن، يعني بتقومي الصبح تقول شو بتصور اليوم؟ ايه اكيد، الجمعه من الجمعه اللي قبلها بكون انا عم حضر للجمعه اللي بعدها. هيك عايشه؟ ايه، لانه هيك صرتي تعملي مصاري منيح؟ إيه نشكر الله، صارت انه ماي فول تايم جوب. اتس ا جوب. ايه قد ايه بتعمل مصاري؟ قد ايه انت بتعمل مصاري؟ لا بدي اقول لك شيء، انا فريلانسر يو نو بالنهايه، يعني ما بتطلع وتزول 100%. يعني في اشهر يمكن بطلع مبلغ، الشهر اللي بعده بطلع مبلغ معين، يعني مثل حيالله. طيب بحقلك قد ايه اكبر مبلغ، قد ايه اكثر شهر طلعتي فيه؟ 10000 دولار؟ بحوالي هيك شيء تقريبا. هيدا اكثر شهر؟ لهلا يعني تقريبا. الله يرزقه، عملوا لك وعدي الله يرزقه ورا، بس تبعي عن حب يعني مش عن حسد يعني. طيب بيجيكي هجومات؟ اكيد انت يعني وانس حدا بيكون على السوشيال ميديا بيجي اكيد هجوم، بيجي تنمر. يعني اكيد ضحكتك ما بتعجب كل الناس. ايه اكيد، انا اصلا اكيد محتواي يمكن ما بيعجب كل العالم، وهذا مش انه هدفي انه انا ابسط كل الناس، هدفي انه العالم اللي بتحسها قريبه مني، بتشبهني، بتحب هيدا المحتوى اللايت الفني، انها تحبني. ونشكر الله في كثير عالم عم بتحب. يعني انت بتحس اللي بيحبوكي اكثر من اللي بيكرهوكي، انه هيك مبين ما هيك؟ لا نشكر الله اكيد، عن جد اي هاف ذا بيست فانز بالدنيا. بدي احكي شوي عن موضوع السمنه، بدي احكي شوي عن موضوع الوزن الزائد. عندك وزن زائد، هذا الشيء منه يعني شوي هيك 3 كيلو. انا واضح واضح للعيان، يعني واضح للعيان. برايك انت اليوم هذا انا برايي بصراحه هيدا احد من اسرار نجاحك. مزبوط، يعني كثير عالم بتقول لي هالشيء. شوفي شيء، انا برايي اليوم اذا انت بتضعفي بركي تخسري كاركتيرك، هيدا القبول اللي عم نحكي عنه جزء منه وزنك الزائد. خلينا نكون صريحين، بدك نحكي عن انت بتشبهي كاركترين سبقوكي. اماليا ابي صالح، اذا بتعرفي مين اماليا ابي صالح، اذا يو دونت نو جوجل هير، الله يرحمها، كانت المعلمه والاستاذ. وليليان نمري ايقونه الكوميديا، ايقونه الكوميديا ليليان نمره فيها وكثير بفتخر بهيدا الشيء. انت اليوم فيك انت بعتقد انت اليوم ليليان نمره تبع التيك توك، يعني انت لانه ليليان كمان كثير استفادت من وزنها الزائد، يعني وزنها الزائد عطاها كاركتير وعطاها حب عند العالم وقبول عند العالم. اليوم العالم قد ايه بتحب، بتحسها الشوشو تبعها ليليان، ليليان كل الشعب اللبناني بحسها الشوشو تبعه، مزبوط. عرفتي كيف؟ فانت اليوم قدام معضله، انت اليوم ليه شفتك مرة عم تعملي رجيم؟ دايما عم بعمل رجيم انا من اول ما خلقت، بس لحد هلا الحمد لله ناجح كثير كثير ناجح يعني نجحتي نجحتي بقوه. لا صراحه انا مع قصه الوزن في فشل وفي نجاح. انا من وقت عمري كان 14 سنه وانا بعمل دايت وبعمل رجيم، ايام بضعف ايام بنصح، ومعك حق انه هيدا بارت من كاركتيري بس انه بوعدكم والله انا كمان مهضومه انا وضعيفه. لا بتشوفوا ماي اولد فيديوز. هلا انتبهي، هلا اذا بدك تضعفي في كثير طرقات هينه، في العمليه وفي الاوبر اللي هلا عم تضعف يعني، مزبوط. بس انا ما بحب التجا لهدول القصص صراحه، انه اذا بدك انت تضعفي بسهوله صار. بس خليك خبريه، بتسمع مني؟ يعني انت بتفضلي تضعفي ولا بتفضلي تكسري الصوره النمطيه للبنت اليوم؟ يعني انت اليوم كاسره الصوره النمطيه للبنت، مزبوط. ورح يعني ضلني كاسرتها بس اكثريتهم جمال وكله. شو قصدك انه هم في جمال؟ لا قصدي اكثريتهم كلهم الجسم الميلاد السمباتيك وكل هول الامور. اكيد حلو انه انا عم فرجي الصوره الحقيقيه للامراه، كمان انه في different types of bodies وكثير في انواع اجسام، فاكيد انا بهمني تكون صحيه. تكسري صوره نمطيه وبتعطي ثقه للبنات 100%. ما بتعرف قد ايه انا بنبسط لما بيجوا مثلا امات يقولوا لي بنتي ما كان عندها ثقه بحالها، بس تشوف يور فيديوز بتتشجع انها تروح تنقي ثياب تلبس. بالنهايه انا اكيد ما بدي اشجع على السمنه، انا بدي اكون هيلثي لانه السمنه مرض، اكيد وإلها قصص كثير سيئه أكيد. بس انا بدي اوصل لهدف اني اكون هيلثي، انا بدي اكون انه اصغر بنت او اضعف شيء، لا بهمني اكون صحيه. ان شاء الله اكيد رح اوصل للهدف اللي انا بدي اياه، بهمني اني اكون جسمي حلو، بس انه مش هدفي بس انه اضعف 40 كيلو وخلاص يعني. طب بيرتيليشس بشوفك ايام انت بهيدا الجسم فردي ازياء، وقت تروح يكون عندك مناسبه بتشاركي انا على فكره فولور لك، بتشاركي الفولورز تبعولك بانه شو بدي البس لسهره اليوم او المناسبه اليوم، بتفرجيهم كذا فستان وهن بينقولك، صح. يعني ما عندك مشكله حتى عم تعرضي ازياء ايفن بهيدا اكيد. بعدين بقول لك شغله، هي شو ثقه بالنفس، هي تحدي، كسر، شو هي هي؟ هيدي ثقه بالنفس، حب الذات رغم كل حالاتنا. يعني انا اكيد بهمني اني اكون اضعف مثلا، بس كمان بحب حالي مثل ما انا، ما فيني اوقف حياتي او اقول مثلا ما رح اتقدم او ما رح اعمل هذا الكونتنت لانه جسمي منه حلو. في عالم جسمه مثل جسمي، خاصه انه نحن هلا اذا بتشوف بلس سايز موديل كلهم ناصحين من تحت ضعف من فوق، انا العكس، انا ضعيفه من تحت ناصحه من فوق. وكثير عالم كمان بيعانوا يعرفوا شو يلبسوا بالجسم، الابل شيب اسمه يعني. فبحب انه انا اكون انسبيريشن لهدول العالم وعم بحبهم. ثقتك بنفسك اجت من بعد ما انشهرتي؟ يعني انت قبل ما تنشهري دائما في ثقه بالنفس؟ يعني لا خط وجهي كثير ما هيك لا انا عن جد انا مريل عندي بكره اعمل لك ميزان، مريل عندي بكره. لا عن جد قبل حتى انت، قبل مش انه انت انشهرتي انت وسمينه فقلتي يلا ثقه بالنفس، حتى لا. انت قبل طب قبل بالمدرسه ما كنت تعرضي لتنمر؟ كنت اتعرض بس كنت دافع عن حالي. كان عندك ثقه بنفس حتى بوقتها؟ تاكد اكيد جد نعم كان عندي ثقه بحالي من انا وصغيره، واهلي كان دائما يقولوا لي انه اذا حدا قال لك شيء فيك تدافع عن حالك بس بطريقه محترمه، يعني ما تاذي غيرك بس دافع عن حالك اذا حدا قال لي شيء. فاكيد كنت اتعرض لتنمر، بس مش انه عملت رده فعل صرتي متنمره. يمكن ببارت بحياتي بالهاي سكول شوي كنت مش متنمره، بس كنت امزح مع رفقاتي بطريقه يمكن انا ما افكر مرتين، يمكن هيدا الشيء يجرحهم. بعدين وعيت على حالي انه لا، انه مش كل الوقت فيني يكون يمكن هالقد اونست. وبالنسبه لعلاقه الحب، لحياتي الشخصيه، هيدا الشيء قد ممكن يكون عائق؟ لا منه عائق. عندك حدا؟ لا بعدنا نعطشين. شو بيقولوا العريس تيجي على الحصان الابيض؟ لا عريس بكير بعد. لا بس هلا انت بتقولي كاركتيرك بحبوني الرجال، كاركتيرك بنت بتسلي هيك بحبوه الرجال كثير يعني. منك على علاقه ولا هلا انا مركزه على حالي وعلى شغلي وعلى ماي كارير، لانه بدي اني احقق اهدافي تقدر اعطي وقت المزبوط لعائلتي، لانه انا وانس بيكون عندي فاميلي وبكون عندي بيبي بدي اكون عم بكرس وقتي لهم. سو ما بدي اقول انه يا ريت عملت هالشيء ويا الله هلا عندي بيبي وهلا ما بقدر. سو لا، بفضل احقق اهدافي او القصص على بالي اوصل لها، واكيد بس الله بيد. يو هاف ايشوز، انت عندك ADHD شوي؟ ايه عندي ADHD. عندك اضطراب فرط الحركي يعني؟ مزبوط. من انت وصغير عندك ايه؟ ايه بس عملت اويرنس عليه. مزبوط، بس بينت اكثر على كبر. هلا انت لحد هلا انت وفاتي هلا كثير حركي كل الوقت، جزء من الاضطراب ايه مزبوط. هو بس شخص ما بيقدر تو يعني بيتشتت انتباهه شوي. أوكي. بيتشتت انتباهه، يعني ما في يركز مثلا على كذا شغله مع بعض، ما في اعمل مالتي تاسك. أوكي. فمثلا ايام مثلا بدي اقوم مثلا رتب الطاوله، بقوم باخذ الماء برجع بروح على المطبخ، لا في جلي بعمل الجليات، برجع لا الارض بدها مسح، برجع يعني هيك اي جيت ديستراكتد. فبركز على كل شغله مع حالها، بس تعودت اتاقلم مع هذا الشيء. وانا كثير هايبر واكتف، فانه فجاه هيك تلاقيني عم حوص طب اضطراب، وعندك اضطراب الاكل؟ ايه كمان. يعني انت نصحتك الى علاقه باضطراب الاكل. شو اضطراب الاكل؟ يعني ما بتاكلي انتظام؟ لا باكل بانتظام، بس اضطراب هذا كله من انت وصغيره، ADHD والاكل كله؟ يعني اكيد كان عندي اياهم من قبل، بس انه لما صرت بسن المراهقه ايه هون بلشوا يبينوا اكثر. اضطراب الاكل اللي عندي اياه هو اسمه بنج ايتينج بالانجلش، يعني انا ايام كنت اكل بكميه كبيره، اوكي، او ايام ما احس بشعور الشبع. فايام هذا لانه شخص بيكون عصام بعينه منه، عنده ستريس، عنده بحس بقلق. ايموشنال ايتينج. ايه ايموشنال ايتينج. فكنت التجئ للبنج ايتينج، ما لاقي حالي الا مثلا ايام وعيت بالليل انه بدي اكل. أوف. بس ما كنت يعني هالقد اوير على الموضوع، بعدين اشتغلت اكثر على الفكره. عرفتي شو بكي؟ ايه. فهلا كيف بتعملي ثيرابي لهول الاشياء، للADHD وللبنج؟ بروح عند ثيرابيست اكيد. بتروحي؟ ايه اكيد. اوكي. وانا بتطلع اكثر على الموضوع، بقرا انا كيف فيني يعني اتاقلم معه. اكيد هيدا الشيء يعني بقدر انه اتخلص منه كبنج ايتينج اكيد. وهلا يعني نشكر الله فيني اقول انه 80% عم تتخلصي منهم. يس، يعني بطل، يعني قبل اعتبر كنت مثلا اعمل بنج ايتينج يمكن 5 ايام بالاسبوع، هلا يمكن مره بالشهر اذا كثير ستريسيه وكثير حسيت حالي انه اوكي بتعملي نهار ما عم تقدري تسيطري فيه على الاكل. ايام ايه بحس حالي انه ما عم بقدر. اوكي هلا سيطرت. احلى شيء يكون الجو رايق وفايتين ديب جانا. عن جد ما عم نحكي معك جد. لا فيك تحكي. لكن بعد سؤال كمان، مانك مرتبه. اكثر حدا مش اكثر حدا فوضوي. ايه فوضى، هيدي كمان بتجي بارت ال ADHD. في حدا يفوت عليها؟ ولا بده يدعس على شيء بده؟ لا يعني الارض ضلها منيحه، بس انه ايه معقول شوف تختي يعني كله على تياب مثلا. هلا قبل ما اجي نظرت الخزانه كلها لقلبه وتركتيها وفليتي؟ اكيد. مين بيرتب وراكي؟ انا. بس هذا شيء، شو هذا شيء كمان جزء من ايشوز يو هاف ات؟ ايه بس لا هلا خسرت خلص، يعني كل يوم من عشيه قبل ما ارجع قبل ما بلش نهاري بكون رتبت كل شيء. يعني كل يوم بتحب تغيري بحالك. كفشلتي كل يوم كفشلتي ولا كل يوم ظبطتي؟ ايه. ويعني بتحبي تغيري بحالك، مش ما بتحبي تضلك على الايشوز اللي عندك اياها. ايه اكيد، لان الواحد لازم اول شيء يعرف شو الايشوز اللي عنده اياها، شو المشاكل اللي عنده اياها، لازم الواحد يتقبل نفسه، وكرمال اقدر اتطور بدي اعرف انه لا بيرت انت فيكي شيء غلط، 1 2 3 لازم نعالجهم كرمال اتطور من نفسي. خبريني عن حادثه صارت معك بالباص، كنت مسافره مع اصحابك على شرم الشيخ، شو صار؟ هيدي خبرية كثير مهضومة. كنت أنا وريبيكا يمين وأختها ورفيقتي ريتا مسافرين، أوكي، وبدنا نروح من شرم الشيخ على القاهرة. سو قررنا نروح باص، قلنا يم نتسلى نروح رود تريب، وبيكون باص وبحط أغاني وبنصير كلنا يعني نغني ونتصور. وقلت أنا شو بدي أعمل جيت ريدي وذ مي بالباص، وحط ميك اب، بعمل كونتنت كثير قوي. فتنا على الباص، نحن كنا العرب الوحيدين، باص كله أجانب قاعدين. الساعة 1 بالليل انطلقنا، هدوء، سكوت، ما حدا عم فاتح تمه، اوكي، وريبيكا كمان مثلي هيك كثير هايبر بعرفها، وهيك فتنا على الباص فايتين، مع انا حامله غراض وحامله كيس من هون والشنطه، واكيد جايبين كيس كله سناكس وفوت كرمال نتسلى على الطريق، اوكي، وانا عم حاول فوت، نحن شو كنا متفقين يا بنقعد بالاخر يا بنقعد بالاول، بالنص ما بنقعد كرمال نحن ناخذ راحتنا. وهيك فتنا على الباص مفول ما في الا بالاخر، وانا اسم الله يعني وهن الطريق بقلب الباص يعني هالقد، فانا ماشي هيك وحامل اغراضي وعم حاول سوري اخبط اخبط باللي حد سوري فانا وماشي وحاطه هدف اني اوصل، بس بدي اوصل على اخر مقعد. رفقاتي وصلوا قبلي لانه اضعف مني وصلوا قبلي قعدوا، واذ انا ما شفت الدرجه عم بطلع مع الاكياس وبوف بضرب واحد كيس على وجهه مع السناكس. هو حرام ما عمل شيء يعني، بس شفته هيك رج وانا سوري يو ما تواخذني، وانا انه بتعرف نحن اللبنانيين انه بدنا انه يي سوري وما بعرف شو هيك، وهو كثير سيريس اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي. وضليت ساعه نضحك فورير 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 بالباص. بالاخر قعدنا بالنص ما عملنا جيت ريدي وذ مي، ما فتحنا تمنا، ما عم نحكي شيء، والباص جايد عم يحكي مش عم نفهم شيء. بتحس انه سام بيبل مايت فايند يو لاود، يعني في ناس بيزعجوا منك ليكوا لاود، حدا ما بيعرفك، انت طلعتي مع حدا اجنبي تيك توك انت وما بيعرف انك تيك توكر، ما شايفك قبل، ما بيعرف كاركتيرك، بتحسي انه معقول تكوني مزعجه لإله؟ يمكن هو اذا ما بيحب اللاودنس مثل ما قلت انه بيلاقي انه الصوت العالي مزعج، ممكن ايه انه الدنيا اذواق، في عالم بتحب وعالم ما بتحب. طيب حكيتي عن ريبيكا يمين او ان جنرال، يعني عملتي صداقات بالوسط يعني بالمجال؟ يعني انت اليوم من ضمن التيك توكرز عندك اصدقاء حقيقيين؟ عندي كثير زملاء بحب كثير صور معهم. ما سالتك زملاء عندي رفقه، عندك اصدقاء؟ عندي اصدقاء يس، في اعراف وفي تمثيل بهذا المجال؟ ليك بهيدا في ناس بيعملوا حالهم بحبوكي بس هن بيغاروا مني. ايه اكيد هيدا الشيء بتحسه، بس بتعرف انت مين تعمل علاقات ومين لا، يعني كثير في منهم انا بصور معهم الكاميرا تبعنا كثير حلوه، وعندي رفقه بالدومين مثلا ريبيكا يمين شيز ون اوف ماي كلوزست فريندز على السوشيال ميديا، كثير بحب صور مثلا مع توفيلوك، نانسي غماد رفيقتي مصوره مع دونا، مع آية حج علي، جنامير كمان بتجنن، في هيك وفي هيك. بس هو اصدقاء ولا زملاء؟ زملاء، بس نحن كثير فريندلي مع بعض. بدي اقول لك شيء، شو بتستفيدوا مع بعض؟ طلعوا مصاري سوا؟ لا بس لا مش مصاري ولا سوا، ولا بتعمروا فولورز سوا؟ يعني بتعملوا بيلد اب للفولورز تبعوكم؟ بنعمل بيلد اب للفولور، بنجيب اكثر فيوز، بنعمل انجيجمنت اكثر، يمكن شيء يروح فايرل، خاصه اذا العالم مثلا بتحب كثير شخصين، لما يجتمعوا مع بعض ونعمل محتوى جديد، العالم كمان انه بتحب هيدا الشيء. شو ابشع تجربه مرقتي فيها بهيدا بالمجال اللي فتي فيه؟ بصراحه ابشع تجربه ايام البزنسز ما بياخذوا الكونتنت كريتر بجديه، فايام هيدا بياخذوني بجديه، بس يعني في ناس بهمها تعمل دعايات معك، ولا في ناس بيقولوا لا كثير تو ماتش شيز اوفر؟ لا نشكر الله في كثير عالم بهمها تعمل دعايات معك، بالنهايه برجع بقول لك كل بزنس اونر عنده فيجن معينه للبزنس تبعه، يمكن بده حدا رايق للبزنس تبعه، يمكن حدا لا بده انه حدا يكون ينفعل ويعطي جود كاركتر، فهون اكيد اتس اباوت ذا برودكت، اباوت ذا ماركتينج. شو عم بيجيكي اكثر شيء؟ منا اباوت الكونتنت كريتر. شو بيجيكي اكثر شيء؟ شو؟ براندات اكل، بيوتي. هلا انا لانه فايتي بكذا مجال، يعني انا بعمل كونتنت اكل، بعمل كونتنت لبس، ميك اب، سكين كير، فبيوصل لي من كل شيء تقريبا. بيوصل لك من كل شيء، يعني مش انه في شيء يعني سكين كير. انا لانه ماي كونتنت از لايف ستايل، يعني انا بفرجي كذا شغله اسبكت من حياتي، فكذا. لوين بدك توصلي؟ هيك هيك بالاخر لوين بدك توصلي؟ بدي اوصل اني يعني انت اليوم بعدك تيك توكر تعتبر لبنانيه ولا عربيه؟ عربيه. تعتبر عربيه؟ اي نعم. متابعينك عندك كثير عرب؟ ايه عندي من كل الدول العربيه. اكثر شيء غير لبنان؟ اكثر شيء السعوديه، عراق، اردن، والله دبي. اوكي يس. لوين بدك توصلي؟ مصر كمان، مصر لوين بدك توصلي؟ بدي اوصل اني وصل رساله انه انت تكون مثل ما انت بتنجح، ما تشبه غيرك، دونت بلند ان، وكون انت، واقدر اني فرح العالم. واذا بطلت موضتك شو حتعملي؟ بنتقل على غير شيء، بجدد حالي، بعمل بروجرام، بنتقل على بروجرام. شو؟ عبالك تعمل تلفزيون؟ ايه ليش لا؟ كثير بحب. عبالك؟ ايه اكيد والله. انا بحب اعمل كثير قصص، يعني انا بحب اكون على السوشيال ميديا، بحب اكون بيرفورمر، بحب مثل، بحب يكون عندي ماي اون توك شو، فهو باذن الله كلهم حيصيروا. يو ثينك سو؟ ايه يعني هيدا الجول تبعي انه كلهم حيصيروا برايك؟ ايه ليش لا؟ يو فيل ات؟ ايه اكيد. اوف. طيب شو رايك نطلع على حبك سفاه وتاخذينا فيها على البريك؟ سحالة بالهول المطر بيلي بيجوا شو بيعملوا برفورمانس. ايه اوكي يلا حبك سفا وليك توست شيف انطوان. اوه شيف انطوان عملت حلقه معه كان كثير مهضوم وكان كمان عم بعلمه، كان عم يعمل ساوند افكت معي، كان عم بيحاول انه يقلد ضحكتي بس ما كثير زبعتي. ايه انقام قال له لا بدك تضحك حبك سفا. اوه شفتوها بس كثير مهضوم وماسك الاسلام. اوه يعملوا بالاخر. يلا سامعينا حبك سفا، انا حاعمل مياو معي. يلا حبك سفاو مجرم وماسك لي سلاو، حبك مانجا وتفاو، حبك مانجا وتفاو، قلبي ما كانش متاو، خزنة وملهاش مفتاو. بعد بريك رجعنا للفقرة الثانية من حلقتنا مع بيرتيليشس المزح نصو جد عبر التلفزيون الآن. إذا ما حضرتوا الحلقة فيكم تفوتوا على شانل يوتيوب لايك أند سبسكرايب تحضروا الحلقة كاملة. مطلوب منك عن جد تحديات، يا إما بتجاوبي على الأسئلة يا إما بتروحي للتحدي. مطلوب منك عن جد. بيرتيليشس أبو الناج روح. يا بتجاوبي على الأسئلة يا إما قالوا لك كثير بتحبي الحر. لا يلا جيبوا لنا الحر. يدلعنا هيدا كله حر. حرحرتش هيدا حرحرتش على الاخر. حرحرتش هيدا مرشوش عليه حر وفي قرن حر بقلبه. يا ضلي انا حصير معي حرقه. لا جاوبي على اسئله. اوكي يلا اول سؤال، يا بتجاوبي يا بتاكلي وعلى فصحة. مين من هاليوتيوبرز بتلاقيه مضمونه تافه وما بتتحمليه؟ طلعي معي. قمر الطائي، اياتي، لانا روز، ريما القسطى، نارين بيوتي، نور ستارز. يلا ناكل حر. شو ما بدك تجاوبي؟ لا صراحة أنا كلهم بلاقيهم محتواهم حلو، ما حدا منهم محتواهم تافه. ما جاوبت، ما حدا منهم تافه. مش حدا يعني أوكي أضعف محتوى بيناتكم. قمر الطائي، آياتي، لانا روز، ريما القسطى، نارين بيوتي، نور ستارز. يلا كلي حر. يلا يا حبيبي خلص خلينا. بقولوا عن جد كلهم محتواهم حلو. لا بس نقي لي وحده. نقي لك وحده ما عليها كثير حر. لا يا دلي انا طب يلا افيون افيون. طب افيون شيل المي. بتحب الفيران؟ ايه؟ لا بتحب الفيران؟ بتخافي منهم؟ بتقرا يعني ايه هيك بزلزعوا لي بدي. جيبوا لي الفاره. شو جيبوا لي فاره؟ خي الحر لا بدي لانه عكرت الحر وما صار لك شيء. بدك تمسكي الفاره اذا ما جاوبتي. حطي حدا. يي شو كيوت حبيبي. مهضوم فيها. لا مهضوم لا بنجاوب على السؤال بنجاوب. اوكي اوكي. اليوتيوبر الاقل قربا لقلبك. الاقل قربا لقلبك. ابو فله، مو فلوجز، اسامه مروه. بعتقد مو فلوجز مش كثير بتابعه بس مش انه مش قريب لقلبي بس ما بتابعه. ما بكره ما في حدا بكرهه على السوشيال ميديا. ما بتكره حدا على السوشيال ميديا ابدا. مين من هالكوميديات اوكي او صفي لي هالكوميديات من اكثر وحده بتعجبك؟ لا عطى مفعوله الحر. بدك فاره؟ لا ميرسي. صفي لي هالكوميديات من اكثر وحده بتضحكك لاقل وحده بتضحكك. رولا شاميه، امل طالب، اريج الحاج، بونيتا سعاده. اكثر وحده بتضحكك؟ امل طالب. ثانيه رولا. ثالثه شاميه، بونيتا. الرابعه اريج. يس سهام الرابعه اريج. يس ما كثير لانه شايفت لخبطه يعني مع انه هي تعتبر تيك توكر كمان على تيك توك تعتبر على انستغرام. ايه لا هي اكيد قديره وجديره بس انا مش متابعتها مشان هيك. قديره وجديره لا عن جد كلهم قداره وجداره. قداره شو قصه قداره وجداره؟ كمان وحده من الكلمات اللي هيك كنت عم بقولها طلعت معي كمان صاروا يقولوا العالم قداره وجداره 100%. ايام ما بيعرفوا اسمي يا بيعيطوا لي قداره وجداره يا بربقتي. بربقتي يعني حتى يعني كل شيء ببربق. يس بربقتي. وقت رحتي على اسطنبول عملتي 3 4 فيديوهات فيهم كم بتزعتي وانبسطتي ما خليتي فعل بالعالم، حضرتهم كلهم. صح والله العظيم. بسطت باسطنبول، كانت بتعقد، كانت حلوه السفر. مين كان معك؟ في بنت كانت معك؟ يس انا ورفيقتي، هي مديره اعمالي. اوكي، شو اسمها؟ ريتا الاغا. بدي اخليك سؤال، ليش عندك مديره اعمال صار؟ لانه انا بحاجه لحدا يساعدني. شو يعني يساعدك؟ ياخذ قرارات، يفاوض عنك. مزبوط، يفاوض عني. انا هلا لاني فول تايم كونتنت كرييتر، فوقتي كله بيروح بين تصوير، اديتنج، اطلع بالافكار. انت بتعمل اديتنج؟ يس. انت بتصور، انت بتعمل اديتنج؟ ايه. هلا اكيد عندي فريق كمان بيساعدني. فريق كمان بتدفعي له؟ فريق صغير. ايه بتدفعي له؟ يعني هلا عم تعمل مصاري لدرجه صار عندك مدير اعمال وفريق تدفعي له؟ برافو. لا مش لهالدرجه، بس انه نشكر الله قادره انه يكون عندي اليوم فريق. اليوم انت بس اكثر وحده بتطلعي بالبيت؟ سوري؟ انت بتطلعي اليوم اكثر من امك وبيك؟ ايه اليوم. انا بابا مريض، سو هو بالبيت. ما بقى يشتغل. ايه مزبوط، انا بدعم اهلي وماما بتشتغل. برافو عليك. هاي بوسه. ثانك يو. لانه هيدا الحكي هلا كثير حلو. ميرسي. ان شاء الله على طول الله يطول بعمرك ويعطيك الهمه لتساعدي اهلك مثل ما هن ساعدوك انت وصغيره. اكيد هلا دوري انا اني ساعدهم. برافو عليك. امك بس بعد عم تشتغل؟ ايه. ان شاء الله كمان بتعملي مصاري اكثر لتوقفيها عن شغلها. اكيد. يلا اوكي، لنقول بيرت، انت عم بتمثلي، بتحبي تمثلي؟ كثير كثير. ايه. اوكي، اذا طلب منك مشهد غرام، مع مين من هالممثلين اللبنانيين بتحبي يكون المشهد؟ اوه، على مهلك، واحد. في نقي اكثر من شخص؟ عضعضه ما بدنا. يوسف الخال، يورجو شلهوب، عمار شلق، كارلوس حزار، بديع ابو شقره، باسم مغنيه. بديع ابو شقره اكثر واحد. يس. أكثر واحد بتمثيله. لا بحب كثير تمثيله. أوكي، ثاني واحد. جورج، سوري، كارلوس عزار. ثاني واحد، ثالث واحد. ما بعرف. فيك تعدل الاسامي لانه نسيته. يوسف الخال، يورجو شلهوب، عمار شلق فوق. يوسف الخال، يورجو شلهوب، عمار شلق، كارلوس حزار، بديع ابو شقره، باسم مغنيه. باسم مغنيه ثالث. ايه باسم مغنيه. يعني بديع ابو شقره، كارلوس حزار، باسم مغنيه. يس. اوكي. يوسف الخال ما بلا كلهم بحبهم، حتى يوسف كلهم عن جد كلهم بحبهم كثير. كلهم عبالهم على عدعتي. لا اشتغلتي سوا، مثلتي. ايه اوكي. ماكسيموم. رتبي اصدقائك بهيدا المجال من الاقرب لإلك الى الاقل قربا. هيدا صعب. ريبيكا مهضوم الفاره. ريبيكا يمين، توفي لوك، نانسي غميد، جنى المير، ايا حاج علي، دونا برقاشه. يا دلي انا هات لنشوف هالفاره، يا دلي عم تتاوب. اوكي. لا رح اقول لك. اول شيء ريبيكا يمين، لانه من الاوائل هي حكيتني وكنا عم نصور مع بعض وحتى سافرنا سوا، سو انا اكثر شيء كمان قريبه لها. نانسي غماد وتوفيلوك. لا نانسي غماد توفيلوك، يعني مين الثاني؟ توفيلوك ثالث. نانسي غماد الرابع. دونا برقاشي خامس. جنى مير وآية حاج علي اشتغلنا مع بعض كمان هلا مش من فتره وتعرفت عليها اكثر، سو بعتقد آية لانه اقل وحده كنت بعرفها، بس هلا اجتمعنا مع بعض. اوكي. مين اكثر وحده، اكثر حدا منهم بيعجبك الكونتنت تبعه؟ في كلهم. يعني مين بيضحكك اكثر؟ خلي انا لانه بعرفهم. مين بيضحكك اكثر، ريبيكا ولا جنى؟ هلا جنى الكونتنت تبعها كوميدي اكثر، ريبيكا اكثر ريفيوينج وسناكس وهيك تعمل شحايتي للاكل، فاذا ككوميدي فينا نقول جنى مير. اوكي. ودونا كمان بتعمل كوميدي؟ كمان دونا، بس انا بحب فيديوهاتها الفاميلي ومع العائله واولادها. اوكي، بتوحيدك اكثر بالفاميلي 100%. اوكي. بما انك كثير بتحب الميك اب، رتبي لي خبراء التجميل من اكثر واحد بتحبي شغله لاقل حدا بتحبي شغلهم. من بسام فتوح، هاله عجم، كوليت اسكندر، رولا رياشي. بسام فتوح أول شيء. و أقل شيء. أقل شيء طبعا كلهم قديرين. وحدة. ندق بالفارة. دق بالفارة يلا. بس هيك حدق فيها. لا بتحط، تفتحيها وتحطي إيدك عندها. انتبهي. اتجرستي. خلص مش الحال، هيدي النقزه كانت تشالنج. لا بليز، ما عم يفتح، في مشكله بالعلبه. لا أوكي. في بلا، في مشكله كثير كبيره بالعلبه، ما عم تفتح. حطي اصبعك. مش الحال. لا ما حطي. بلا اخذوها. اسال المخرج. يا الله. احنا ما شفنا. يلا مش مشكله، خد سكوب. ملحان اجرام. انا كده لازم اطلع مطربه اوبرا. اوكي، رتبي لي هالكلمات حسب اولوياتك. اوكي، بدون ما تطلعي، ما في شيء فوق. العيل، المال، الصحه، الحب. العيل، الصحه، المال، الحب. المال ثالث شيء؟ ايه بس بقى. اكيد شو المال بيجيب سعاده، بتساعدك كثير بالحياه، بس انت في يكون عندك عيلتك والصحه. لا انا من قبل، من وقت ما يعني قبل ما انه صير مرتاحه اكثر، انه عندي الصحه والعيله اهم من المصاري. العيله بعدين الصحه. لا، عيله، صحه، هلا انا اثنيناتهم يعني. انا بدي صحه كرمال عيلتي. عيله، صحه، مال، حب. حب اخر شيء، ما حكينا عنه، منه براسك هلا. لا هلا لا. مين اخر ثلاث اشخاص حكيتيهم؟ امي، رفيقتي بالكويت، ماي تشايلدهود بيست فريند جيسي. اوكي، وين بعدها بالكويت؟ ايه بعدها بالكويت، بس تجي على لبنان بشوفها. اوكي، ومين كمان حكيت؟ مديرة اعمالي ريتا. رابع كمان، ورابع رابع بابا، وخامس مش عايش ذاكره. اوكي، رتبي لي الكوميديين من اكثر واحد بيعجبك لاقل واحد بيعجبك. ما تقولي لي حاسك بتعملي حالك ما بتعرفيهم. لا اكيد بعرف. اوكي، جورج خباز، فادي رعيدي، ماريو باسيل، توني ابو جوده، جاد بوكرم، فؤاد يمين، شادي مارون، نعيم حلاوي. اوكي، جورج خباز بالاول، نمبر 1. او ماي جاد. اوكي، فادي رعيدي. اوكي، لا توني بيرجع فؤاد. توني بيرجع فؤاد. توني قبل فادي، يعني جورج خباز، او ماي جاد، توني ابو جوده، فادي رعيدي، مزبوط، فؤاد يمين، ماريو باسيل، يس، وبيرجع نعيم شادي مارون. اوكي، يلا اخر فقره لكان بعد البريك. هالمره في شيء اقوى من الفاره. ايه فاره منيحه. لا، في عنكبوت بعد البريك. في عنكبوت بعد البريك. عم تبدع اكيد او الناج. بعد بريك عم تمزح اكيد مع بيرتيليشس، المزح نصو جد بحلقه الليله. اذا ما حضرتوا الحلقه فيكم تفوتوا على تشانل يوتيوب، تعملوا لايك اند سبسكرايب، تحضروا الحلقه من اول وجديد كامله مع بيرتيليشس اللي وصلت للتحديات. عم تمزح اكيد ابو الناش. يا بتجاوبي عن التحدي، يا اما بتمسكي الفاره، وفي اشياء غير كمان. يا دلي انا. أوكي. يا بتصرحي عن دخلك الشهري معدل، يا بتمسكي الفاره. بس هالمره بدك تمسكيها. طيب، وتبوسيها. لا، نمسكها، أنا نمسكها. بس هذا بعض على فكره. عن جد؟ لا مش بعض، لأنه جردون بعض. لا، جردون ما بعض، هي جردون، هي فاره. لا، جردون كبير، هذا فاره، فقر الحقل هيدا. عمالك حيوقع، اذا وقع وفلت بالايدها كارثه، بده يلحقه. يا دلي كيف تفتح؟ ما عم تفتح، العلبه منزوعه. اعطيني اياها. طب ها حملتها. لا، حملت العلبه. يلا حطي ايدك. ايه هلا كانت منيحه. بليز لا. بلا هي ايزي. يلا حطي. العبي لها، بدها نبقى. يلا. لا حطي. داي دقت فيها. لا امسكيها مزبوط، غرفيها. لا ايه ما تخافي. ايه بلش بده يعض. لا خلص. عض. حرام، حعض. صفونا فاره صغيره. لا خلص، هي مش صفونا. شو خلص؟ بس ليك حبيتك عن جد حبيتها. هيك طلع لك اياها. لا خلص، مش عملك اجريها. شو بشعين؟ طيب طب ليه ما بتصرحي عن شو العقد انه ما بتصرحوا عن دخلكم الشهري؟ ما لانه كل شهر شيء يعني، ما فيك 5000 معدل؟ لا اكثر؟ لا اقل؟ لا خلص دقينا بالفاره. مش الحال. ضحكتك بتتلحن. يلا 1 2. طيب رح اعطيكي تحديين، بدك تجربي واحد منهم تعطينا اياه. يا اما بتطبخي لنا شي طبخه مباشره على الهواء، بتلفي لنا ورق عنب، يا اما بترسمي شي بيعبر عنك. انت بترسمي؟ ايه برسم. ايه يلا بنرسم شيء بيعبر عنه. ما بتلفي لنا ورق عنب؟ عبالك ورق عنب؟ يلا بنلف ورق عنب. بلا بنلف ورق عنب. شو كلها ورق عنب؟ بنلف ورق عنب. اه جايبين المعدات كلها. ايه شو ما فهمت شو بتكوني جايبه معك؟ يا دلي انا شيل الفاره حط ورق عنب. خلص بلا الفاره. يا دلي انا خلي اتذكر امي شو كانت تعمل. شو كانت تعمل امك؟ انه كيف كانت حط الورق العنب هون. أوكي. حط على على حضنك. حط البلاطو على حضنك. حطي اذا بدك كفوف، اذا بدك حطي كفوف. ايه اكيد بدنا نحط كفوف للنظافه والاداره. دخلك انت مصممه رقص كمان؟ ايه كوريوغرافر؟ يس انا يس كنت اتعلم رقص. كنت تتعلمي رقص؟ يس ستريت دانس، ستريت جاز يعني هيب هوب فيمينين ستايل، كان عندي صف، كان عندي تلاميذه، بوجه لهم تحيه. هلا بدك ترقصي لنا بعدين. شو؟ لا عم نلف ورق عنب، عم نرقص، عم دق بالفرق. لف ورق عنب تو ماتش هشام تو ماتش. لفي ورق عنب لنشوف شو عم يلا يعني. شوفوا البرو. بتعرفي تطبخي؟ اكيد. ليه ما بتعملي كونتنت طبخ؟ ايام بطبخ قصص. شو؟ مثلا باستا، رز، برجر، بيض مسلوق، بيض مقلي، بيض بعيون، بيض بقورما. كثير عندي هو. لا كثير صعبين بدهم. يا دلي انا اوكي. يا مع البدله كمان. اول شيء بنجيب ورق العنب. شو هي كم وحده؟ أوكي. يلا 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 شوي شوي يلا. شوي شوي. اول شيء بنجيب هيدي بحطيها على الارض. ليش بايدك؟ مزبوط انا هيك كنت حاعمل بس انت كثير عم تستعجل. فانت شو انت خلي هي هون يلا شيلي هي. ليه؟ حطي هون الورقه. شفتي ما هيلزق؟ يلا يلا هشام ساعدني. لحظه. اوكي بنحط شويه حشوه. اوكي كترتي؟ لا هيك كثير منيح. بنرجع 1 2 3 لا اوكي هيك عم تساليني؟ لا لا عم عليك كيف؟ ايه مزبوط. وها كورنيه بعد وحده كان لازم ابقى على الرسم. برافو عليكي. خليكي على الرسم. هيدي للتجربه كانت. يلا هي زغطوره مهضومه. يلا حطي لنا نتفه صغيره بس. ميرسي. نزلي بعد. اوكي هيدول منيح. يلا هيدي حتطلع بتجنن. شوف اوه ايه بس من تحت ما بتسوى. شو بدك من تحت؟ من هون كثير منيحه. شو رايكم؟ بعد وحده. بعد وحده كمان؟ يا الله شو هي قصاص؟ لو بدك ترسمي شيء بيعبر عني شو كنت رح ترسمي؟ قلب عم يضحك يمكن. شو؟ قلب عم يضحك. قلب عم يضحك؟ يمكن. ما بتخافي من الحزن يوما ما بحياتك؟ لكن الحياة كلها فيها ضحك وفيها حزن 100%، بس ما لازم نخاف من الحزن، بالعكس هيدا بقوينا. في شيء صار معك حزين شي مرة بحياتك؟ ايه اكيد. شو؟ مرض؟ لا لما خسرت مرض بيك؟ أكيد مرض بيي كان كتير صعب علينا. أوكي. وكمان لما تيتا خسرناها الله يرحمها. من زمان؟ إيه من زمان كنت صغيرة. فهيدا الشيء أثر علي. هيدا أكتر وحدة زبطت معك على فكرة. إيه شو؟ براكتس ميكس بيرفكشن. أيوه شفتي كيف؟ كلهم ما بيسووا يا قلبي. يلا تعاقد. الله يطولك بعمر بيك يا رب. ميرسي. ان شاء الله بضلك قلب عم يضحك لانه واتس عليك. هلا يمكن العالم ما بعرف اذا سمعوا انه واتس عليك شو بترسمي. قلت برسم قلب عم يضحك. ما رح نطلب منك ترقصي بيرت لانك يور نوت ريدي ولبسك كعبانك كوريوغرافر، بس توعدينا مره ثانيه انه نشوف رقصك. اي بروميس. لانه ولو بتعلمي رقص تكوني استاذه. هيدي كانت بيرتيليشس بحلقه من المزح نصو جد. سوبر مهضومه حدا قريبه للقلب والقبول مثل ما قلنا من رب العالمين. وبيرتيليشس اكيد عندها القبول وعندها بعتقد مسيره قدامها طويله، وبعتقد رح تصير على التلفزيون ورح تمثل ورح تعمل كل هول. بيرتيليشس بحلقه من المزح نصو جد. بنشوفكم بحلقه جديده. ابو الناج لا روح. ثانك يو.